بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا ورسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب، في الأدفانسد لاي أوت بالنسبة للتوبار ممكن أضيف كومبوننت أو ممكن أضيف جزئية كانت خاصة بالتايتل. كلاس اسمه توب بار تايتل، ده بيوفر عليا بدل ما انا اضيف منيو واخلي اول عنصر فيها منيو تكست، انا ممكن اضيف لكلاس اللي اسمه توب بار تايتل، وده مسؤول عن ان هو يحط لي الموقع بتاعي على الناحيه الشمال. طبعا الكلام لو انت كنت شغال ديزايننج على موقع اجنبي يعني، فتوب بار تايتل ده مسؤول عن انها تكتب لك التايتل بتاعك على الناحيه الشمال. تمام، يبقى انت كده عندك كور كان خاص بادراج العنوان بتاع الموقع لوحده، وبعدين انت هتتعامل بقى في التوب بار ليفت والتوب بار رايت لوحدهم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.